بيان شديد اللهجة صدر عن الأحزاب الكردية الخمسة: الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير والإسلاميين الجماعة والاتحاد والحزب الشيوعي الكردستاني، ضد تواجد القوات التركية داخل الأراضي العراقية وبالتحديد في المناطق التي تعتبر ضمن المادة 140، معتبرة تواجدها غير شرعي وغير دستوري يهدد الوجود الكردي، داعية الحكومة التركية سحب قواتها وعدم جعل مناطق تواجدها ساحة صراع مستقبلي. نحن مع الأحزاب الأخرى نطالب بإنهاء التوغل العسكري التركي بشكل سريع، كونه انتهاك فاضح لسيادة الأراضي العراقية وأقليم كردستان، وبالتأكيد بقاء هذه القوات سيؤثر على الأمن الوطني في الأقليم والعراق بشكل عام. الديمقراطي الكردستاني ليس مع وجود أي قوات أجنبية تهدد السيادة الوطنية للعراق، لكنه كما يؤكد بعض أعضائه أن القوات التركية جزء من قوات التحالف الدولي ضد داعش، ولم تتواجد بشكل اعتباطي بل بموافقة مسبقة من الحكومة الاتحادية، معربين عن الأمل بسحب أنقرة لتلك القوات بمجرد تحرير مدينة الموصل وفق سياقات واتفاقات دولية. يجب أن نعرف بأن هذه القوات هي جزء من قوات التحالف الدولي المتواجدة والمشتركة بشكل فعال ضد محاربة داعش. هذه النقاط تدعونا إلى أن لا نضخم القضية بشكل كبير. هذا التباين الواضح في مواقف الأحزاب الكردية عزاه مراقبون إلى غياب التوافقات وانعدام الشفافية فيما بين تلك الأحزاب حول القضايا المصيرية للشعب الكردي، وبحسب رأيهم أن الديمقراطي الكردستاني وضع نفسه في زاوية حرجة في ظل استمرار تواجد القوات التركية داخل الأراضي العراقية. الأحزاب الأخرى ما عندها اطلاع جيد مدى تدخل التركي وأسبابها ونتائجها ومغزاها ووقت رجوعها، لذلك لا تحمل المسؤولية. يعني الحزب الديمقراطي الكردستاني في مرحلة إحراج. يعني أنا يوسف المندلاوي، الحرة، أربيل.